السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. طلبة تقييمات الصف الثالث الإعدادي مع درس جديد من دروس اللغة الإنجليزية. النهاردة هنبدأ مع بعض يونت نمبر 3. يونت نمبر 3 بعنوان ماي كوميونتي. طبعا ما ننساش قبل ما نبدأ نتفرج على الفيديو، ما ننساش نعمل لايك وشير للفيديو ونفعل الجرس عشان يوصلنا تنبيهات بكل الدروس الجديدة. طبعا هي أول مرة بيتفرج على القناة بتاعتنا، يا ريت نعمل اشتراك في القناة ونشير القناة لأصحابنا عشان يقدروا كلهم يستفيدوا. النهارده هنبدا يونت نمبر 3، هنبدا بالجزء الخاص بالفوكاب وبالجرامر، وهناخد ليسن 1 2 اند 3. طبعا ماي كوميونتي اللي هو مجتمعي، يبقى ماي كوميونتي مجتمعي. هنيجي نشوف الفوكاب. عندي هنا الكوميونتي اللي هو المجتمع، ماشي. عندي الليجر، ليجر اللي هو الترفيه. فاسيلتيز، facilities اللي هي المرافق. equal opportunities، equal opportunities معناها فرص متساوية. opportunity لوحدها بمعنى فرصة، وطبعا دي noun. opportunities اللي هي الفرص، ودي طبعا البلورال منها. disabled طبعا adjective، والديسيبلد اللي هو المعاق او ذوي الاعاقه. ويل تشير اللي هو كرسي متحرك. بيفمنت، اللي هو طبعا الرصيف. اكسسبل يعني متاح او سهل الوصول. The elderly اللي هم كبار السن. Improve طبعا معناها to make things better أو يطور أو يحسن. Street light اللي هي أضواء الشوارع. Put up يعني يعلق أو يضع. Education طبعا لو التعليم. Health care اللي هي الرعاية الصحية. Decent life initiative دي اللي هي مبادرة حياة كريمة. Make a difference يعني يحدث اختلاف. Have an effect on يعني له تأثير على. public service اللي هي الخدمات العامة. deliver يعني يوصل، معناها to take something to somebody's house. encourage طبعا يعني يشجع. هنقولهم كمان مرة. country improve leisure street light facilities put up equal opportunity education opportunity health care opportunities Decent Life Initiative, Disabled, Make a Difference, Wheelchair, Have an Effect on, Pavement, Public Services, Accessible, Deliver, The Elderly, Encourage. M2 بمعنى يهدف إلى. M2 يهدف إلى job opportunities اللي هي طبعا فرص عمل. quality اللي هي الجودة. neighborhood اللي هو الحي أو الجيران، الجيرة يعني. community not sport اللي هي الواحد إعلانات. مجتمعية يعني خاصة بمشاكل المجتمع. local newspaper اللي هي جرائد محلية. leaflets اللي هو المنشور أو المنشورات. community center اللي هو مركز مجتمعي.
kindness، kindness اللي هو اللطف أو الطيبة، bench اللي هو مقعد ثابت، وده اللي هي المقاعد اللي بتبقى موجودة في الحدائق. in need يعني في حاجة أو المحتاجين. graffiti اللي هو فن الجرافيتي اللي هو الكتابة على الجدران أو الرسم على الجدران. lost and found اللي هو المفقودات، طبعا دونيت بمعنى يتبرع سواء بمال أو بفود أو أيا كان. يبقى عندي M2 job opportunities quality neighborhood community not sport local newspapers leaflets community center kindness pinch in need graffiti lost and found donate. هنيجي نشوف السينونيم والأنتونيم. عندي the word save، وسيف يعني آمن. السينونيم بتاعها protected يعني محمي. الأوبوزيت is dangerous يعني خطر أو خطير. encourage بمعنى يشجع. السينونيم بتاعها persuade بمعنى يقنع، أو help or support يدعم. الأوبوزيت is discourage، سوري هنا في C، discourage اللي هو يحبط، prevent يمنع، disappoint بمعنى يحبط. strange يعني غريب، means abnormal يعني غير طبيعي. ال opposite is normal or ordinary، طبعا normal يعني طبيعي، ordinary يعني عادي أو معتاد، ونورمال برضه يعني عادي. هنا ناخد بالنا بقى إن normal ال opposite بتاعها abnormal بنحط لها الـ prefix up. disappointed بمعنى محبط، اللي means sad أو upset، وطبعا upset يعني محبط برضو أو حزين، ممكن كمان sad. ال opposite is content يعني راضي. elderly اللي هم كبار السن بتساوي old. ال opposite is young أو الشباب. leisure اللي هو الترفيه بمعنى entertainment أو relaxation. ال opposite is pressure or stress اللي هو الضغط أو كثرة الضغط. هنشوف ال suffixes وال prefixes. عندي المقطع this، وطبعا المقطع this دايما بيديني ال opposite meaning زي appointed disappointed، وطبعا disappointed بمعنى محبط. عندي abled disabled، وطبعا برضو disabled بمعنى معاق. courage discourage اللي هو بمعنى يحبط أو لا يشجع. عندي المقطع un، وده برضو بيديني ال opposite meaning زي available unavailable، و unavailable بمعنى غير متاح أو unpleasant يعني غير صار. طبعا ال opposite pleasant. will و unwill، و unwill يعني بمعنى مريض أو ليس بصحة جيدة. عندي برضو in زي inaccessible يعني غير متاح أو صعب الوصول، صعب الوصول إليه. طيب عندي ال suffix اللي هو ness، وده بيضاف للصفة فبيديني النون زي kind kindness، happy happiness، وطبعا happiness اللي هي السعادة بيكون عارفين طبعا السفكس بيغير المينينج والجرامر. فعندي kind دي adjective بتتحول إلى noun، happy adjective بتتحول إلى noun. عندي برضو sad بتبقى sadness اللي هو الحزن، فالمقطع ness يحول الصفة إلى اسم. المقطع ment وده برضو بيحول الverb إلى noun زي bevement، وbevement طبعا اللي هو الرصيف. زي كمان improve اللي هو يحسن، تتحول إلى improvement اللي هو تحسين أو تطوير، زي development برضو بتحول الverb إلى noun. طيب هننتقل إلى
الجزء الخاص بالجرامر. واحنا عندنا هنا في الجرامر في كذا قاعدة، هنبدأ كده بأول حاجة عندي إيه الصفة اللي بتنتهي بالـ ed والصفة اللي بتنتهي بالـ ing. يبقى عندي هنا الـ adjective with ed and الـ adjective اللي هي بتنتهي بالـ ing. طيب نيجي نشوف كده أول حاجة، بنقول عندي الصفة المنتهية بإيد، صفة المنتهية بإيد، ودي بتصف توصف مشاعر فقط، توصف إيه؟ مشاعر، سواء مشاعر أشخاص أو حيوانات، يعني مش شرط إن هي تكون أشخاص فقط، تمام؟ فهنا بيقول زي مثلا إيه؟ زي interested، اللي هي مهتم، زي scared، خائف، زي bored، زهقان، زي excited، متحمس، تمام؟ فكل الصفات دي هي بتوصف ايه؟ بتوصف مشاعر، زي كلمة frightened اللي هو ايه؟ خائف. سوري. فهقول مثلا I am excited about today's match. I'm excited about today's match. أنا متحمس لماتش النهاردة. تمام؟ هقول مثلا the cat looks excited about something. القطة شكلها متحمسة بخصوص حاجة معينة احنا مش شايفها. about something. تمام؟ أو مثلا this animal is scared. حيوان ده خائف أو is frightened. يبقى is scared or frightened، يبقى هو خايف. يبقى أنا بوصف مشاعر عامة، سواء مشاعر أشخاص أو حيوانات أو أي مشاعر أي حد. تمام؟ هقول مثلا سامي is very disappointed. طيب أمال الصفة المنتهية بالـ ing؟ الصفة بقى المنتهية بالـ ing دي بقى مش بتصف مشاعر، دي بنقول بقى إن هي بتصف المسبب للمشاعر، بتصف المسبب لشعور معين. ايه اللي بيديني هذا الشعور؟ تمام؟ ودي زي ايه؟ زي interesting، exciting، boring، ممل، frightening، مخيف، تمام؟ طيب زي ما أقول مثلا
ذا ماتش is very exciting. يبقى الماتش مثير. So I am exciting. So I am a exciting. أو مثلا a lion is frightening. يبقى الأسد مخيف. It makes me frightened. It makes me frightened. يبقى بيخليني أنا خايف. فالصفة اللي دي توصف المشاعر والصفة اللي بالاي ان جي هتوصف الايه المسبب للمشاعر المعينة. دي اول حاجة معانا في الجرامر. القاعدة الثانية هنتكلم عن استخدام البريزنت كونتينيوس تنس عشان أعبر عن الفيوتشر. طيب البريزنت كونتينيوس تنس ده اللي هو زمن المضارع المستمر. طبعا زمن المضارع المستمر احنا عارفين ان المضارع بيتكون من السبجكت والسبجكت لو عندي I أو he she it they we you هتاخد معاهم verb to be am is are. يبقى عندي I am he she it is they we you are بيتبعهم الverb متضاف له ing. تمام؟ طيب زي ايه مثلا؟ بقول مثلا we are studying English now. We are studying English now. يبقى احنا بندرس English الآن. تمام؟ طيب عارفين طبعا اما بنيجي هنكون النيجاتيف بنحط not، اما نيجي نكون الكويستشن هنعمل cross. طيب طبعا الكلام ده يعني اتاخد قبل كده فاحنا بنركز النهارده على استخدام القاعدة. يبقى انا عندي ان هو في حالة النيجاتيف هستخدم am is are did not. يبقى عندي هنا am not is not are not وطبعا الشورت فورم هتبقى isn't aren't وبيتبعها الجزء الثاني من الفيرب زي ما هو اللي هو الفيرب في الاي ان جي فورم. تمام؟ وعندي السبجكت فهنا هو بقول مثلا we are not او we aren't playing at the moment. We aren't playing at the moment يعني احنا مش بنلعب في هذه اللحظة. طيب لما نيجي نكون الانترجاتيف اللي هو صيغة الاستفهام يبقى عندي بنعمل cross ما بين السبجكت وما بين الفيرب. طيب السبجكت هو والفيرب هو verb to be. يبقى هتبدأ الجملة sorry question بتاعي ب am أو is أو are زائد السبجكت زائد الجزء الثاني من الزمن اللي هو الفيرب في الـ ing form. زي ما اتفقنا قبل كده إن الـ ing هي
هي دليل الاستمرار، تمام، وفيرب تو بي اللي هو بيحدد لي الزمن. يبقى عندي am is وar زائد subject زائد الفيرب في الاي ان جي فور. ولو انا حابه بكويستشن وورد يبقى هتبدا الكويستشن وورد في البدايه بلس الام او الاز او الار، وطبعا معاها الفيرب في الاي ان جي، وما بينهم بيبقى السبجكت، تمام. وبكمل بقيه الكويستشن بتاعي. طيب زي مثلا نقول مثلا are you eating now؟ are you eating now؟ هل انتوا بتاكلوا دلوقتي؟ او what are you doing؟ what are you doing at the moment؟ what are you doing at the moment؟ ايه اللي انتوا بتعملوه دلوقتي؟ What are you doing at the moment؟ طيب لما نيجي احنا اتعرفنا خلاص على الفورم بتاعتي في البريزنت، في السوري في السنتنس، في النيجاتيف وفي الانتروجيتيف. طب ايه هي الاستخدامات بتاعتي؟ طيب نيجي اهم حاجه بقى في اليوزز. انا طبعا بيعبر عن حاجتين، تمام. اول حاجه بنقول ان هو بيعبر عن ما يحدث الان اثناء الكلام، تمام. وده بيجي مع كلمات زي now at the moment look listen، تمام، اي حاجه بتدل على الاستمرار. طيب زي ما بقول مثلا look a bird is flying، انا بقول ايه؟ بقول لك بص على حاجه بتحصل، a bird is flying، او اقول لك listen someone are singing أو singing. طيب ممكن أقول لك زي ما قلنا we are studying، we are studying now. يبقى ده كله بيحصل قدامي. طب الحاجة التانية أو الاستخدام التاني، وده عنوان الدرس بتاعنا النهاردة أو جرامر الدرس بتاعنا، إن هو بيعبر عن المستقبل المرتب له من قبل، وبنقول دي اللي هي الـ future arrangement. future arrangement اللي هي الترتيبات المستقبلية، وعادة بتكون محددة التاريخ، يعني بيكون معاها التاريخ. زي مثلا بقول لك we are having a party next Friday. يبقى احنا عندنا حفلة next Friday. طبعا الحفلة محتاجة ترتيبات، بحجز مكان، بعزم معزيم، بجيب الأكل، بجيب شرب، تمام. أو مثلا my sister is getting married next week. يبقى أختها تتجوز الأسبوع الجاي، فبرضو دي محتاجة ترتيبات، ماشي. أقول لك مثلا my father is traveling to London tomorrow. هو مسافر لندن بكرة، يبقى هو بالطبع اشترى التذاكر، تمام. يبقى he's already he's already got a got the tickets. يبقى he's already
got the tickets، هو بالطبع جاب التذاكر. كل دي هي ترتيبات للفيوتشر. تمام. طيب نيجي بقى لاخر قاعده معانا، ودي بقى استخدام برضو verb to be plus going to plus the infinitive verb. وطبعا برضو بنستخدمهم للتعبير عن المستقبل، ودي بنقول بنستخدم going to زائد المصدر لنعبر عن النية لفعل شيء في المستقبل. تمام. أو اللي هي الخطة، وده اللي هو بنقول المستقبل في وجود دليل. المستقبل في وجود إيه؟ دليل. طيب بقول مثلا we have planned to spend the holiday in Cairo. يبقى احنا خططنا ان احنا نقضي الاجازة في كايرو. يبقى ده معناه we are going to spend the holiday in Cairo. يبقى احنا خلاص قررنا نقضي الاجازه في القاهره، فده a plan. It's our plan. اقول لك كده مثلا my father او our father is going to buy us a new flat. يبقى هيشتري لنا شقة جديدة. يبقى it's his plan. دي الخطة بتاعته. تمام؟ بقول مثلا look at the sky. Look at the sky. It's full of dark clouds. مليانة dark clouds. يبقى مليانة بالسحب السوداء. يبقى I think it's going to rain. وهنا هنستخدم going to حتى لو موجود كلمة think، عشان في ناس هتقول لكم كلمة think ما تدلش على will. لا، think بتستخدم برضو، بتستخدم مع going to. يبقى I think it's going to rain. تمام. طب ايه الفرق ما بين going to ما بين will؟ ايه الفرق ما بين الاثنين؟ اولا going to زي ما قلنا هتستخدم للمستقبل في وجود دليل. هنشوف دلوقتي will بتستخدم في حالات معينة، بتستخدم في الوعد، بتستخدم في التهديد، في التحذير، المستقبل أو التنبؤ بدون دليل. تمام. بتستخدم طبعا في قاعدة if. طيب قول مثلا I think it will rain. I think it will rain. لكن ما عنديش أي دليل على المطر، بس أنا شايف كده إنها ممكن تشتي. كمان تيجي في الأماني I hope I will pass the test. يبقى أنا أتمنى
ان انا هنجح في التست. تمام، بتيجي في الوعد، اقول I promise I will help you. I promise I will help you. يعني أوعدك إن أنا هساعدك. ماشي؟ وأقول be careful. You will hurt yourself. Be careful. You will hurt yourself. يبقى دي الاستخدامات بتاعت will. طيب نيجي الاستخدامات going to، زي ما قلنا هتستخدم للتنبؤ في حالة وجود دليل. أقول لك مثلا look the boy is cycling carelessly. Is cycling carelessly يعني راكب العجلة بإهمال. He's going to crash. He's going to crash. لأنه هو حيو إيه؟ سيصطدم. He's going to crash. أقول لك زي ما قلنا the sky is cloudy. يبقى it's going to إيه؟ to rain. It's going to rain. تمام؟ أقول لك مثلا علي is running very fast. علي is running very fast أو really fast. إيه أقوى شوية من very. يبقى إيه هو بيجري فعلا بسرعة، وده طبعا قدامي. يبقى I think he is going to win the race. He's going to win the race. يبقى أعتقد إن هو هيكسب السباق. طب لو أنا قلت بقى علي is fast، يبقى هنا I think he will win the race. طيب ايه الفرق ما بين الجملتين؟ الجملة دي انا عندي دليل، انا شايفاه قدامي دلوقتي بيجري بسرعة. He is running fast in front of me. فانا عندي هنا دليل على اللي هيحصل، فبحط going to. He's going to win. لكن الصفة ليست دليل. He is fast. يبقى he will win the race. طيب بكده نكون خلصنا الجرامر، خلصنا الفوكاب، هنتنقل بسرعة لحل أسئلة كتاب المدرسة. وننتقل إلى كتاب المدرسة بيج نمبر 21، سوري 22. بيج نمبر 22. طبعا زي ما قلنا عنوان اليوم بتاعنا ماي كوميونيتي، بيقولي إن هو what kind of community do we want to live in؟ إيه نوع المجتمع اللي إحنا بنحب نعيش فيه؟ Which of these is important to you. عندي هنا في مجموعة من ال facilities أو الحاجات اللي أنا عايزها في الكوميونتي. طبعا عايزين نعمل matching pictures. عندي هنا safe streets، شوارع آمنة. Safe streets طبعا دي عاملها مع picture number two. Leisure and sports activity اللي هو الترفيه، وال sports activity اللي هي حاجات رياضية، ودي مع طبعا picture number four. Community projects and events اللي هي أحداث مجتمعية ومشاريع مجتمعية. Community projects and events فطبعا دي مع number five، أو مش number five. طيب هنسيبها دلوقتي. Local shops and facilities. This is with number one. Good transport with number three. Equal opportunity. ماشي، يبقى number C مع number 8. Sorry 6. Number 6. Equal opportunity for number 5. يبقى عندي هنا safe streets, leisure and sports activities, community projects and events, local shops and facilities, good transport, equal opportunities. هنيجي نبص على الجزء الخاص بالجرامر، هناخد بس الحاجات المهمة. طبعا ده الجزء الخاص بالجرامر اللي هو قاعدة جاي اللي هو الـ present continuous. بيقول لي نوت we use the present continuous to talk about
فين دي فيوتشر بلان ات سبيسيفيك تايم اور بليس، يعني ان انا اكون في وقت او مكان محدد. فبيقول وي ار ستارتنج ا بروجكت نيكست مانث، they are discussing this problem at the next community meeting. هنا بيقولوا I like our sports facilities. عجباني ال sports facilities، مرافق رياضية. But I think we could make our street safer. I think they are going to put up new street light soon. نما هيحطوا new street light soon. هنشوف عندي ال reading اللي هي news أو about طبعا decent life initiative، اللي هي طبعا مبادرة حياة كريمة، مبادرة حياة كريمة. طبعا بيقول هنا the initiative اللي هي المبادرة. The decent life initiative is an exciting plan. هي خطة حماسية أو مثيرة. That is really making a difference. احنا قلنا making a difference يعني بتعمل اختلاف. To about 32 million people who live in rural area. Rural area اللي هي الأماكن الريفية. لو هي تعمل اختلاف ل 32 مليون مواطن بيعيشوا في المناطق الريفية. The initiative aims to يعني تهدف إلى improve the quality of public service، إلى تحسين جودة المواصلات العامة أو الخدمات العامة. It provides يعني بتوفر more health care يعني رعاية صحية أكثر. Better education تعليم أفضل. And better jobs opportunity وفرص عمل أفضل. Since 2019, the Decent Life Initiative has helped people in 377 villages to have clean water. It has also helped to repair their houses, and it has sent the doctors to the village to deliver medicine and help people who are ill. يبقى من سنة 2019 المبادرة ساعدت 377 قرية إن هم يدخلوا مية نظيفة، كمان اتصلحت البيوت بتاعتهم، وبعتت الدكاترة هناك عشان تبعت لهم أدوية وتساعد الناس اللي إيه المنطقة. It has also improved the facilities، يعني حسنت ال facilities أو المرافق for disabled people للناس اللي إيه اللي هم المعاقين أو ذوي الحاجة. And is helping more children to have a better education by building schools in the villages. يبقى ساعدوا كمان الأطفال إن هم يحصلوا على تعليم أفضل ببناء مدارس في القرى. In addition بمعنى بالإضافة. Young people will also be encouraged to find out about the interesting new businesses in of the Decent Life Initiative is opening, which can give them work. يعني بالإضافة لكده بيشجعوا الشباب إنهم يعرفوا أكتر عن المشاريع اللي بتقدمها المبادرة على اللي ممكن تتيح لهم الوظائف أو العمل. The Decent Life Initiative will continue to help people in poor neighborhoods طبعاً اللي هي الأحياء الفقيرة. يبقى المبادرة بتكمل أو مستمرة في تقديم، بيقول will continue to help يبقى مستمرة في مساعدة الناس في الأحياء الفقيرة. It plans to help find work for more than 5 million young people. That really an amazing plan. إن هي بتخطط إنها تلاقي أو توجد فرص عمل لأكثر من 5 مليون شاب، ودي طبعاً خطة رائعة. طيب هنا بيقول لي look at the words in bold in the text to match the words and the phrases and the definition. A small area of town, جزء صغير من مدينة or village, and the people who live in it, وطبعا دي اللي هي neighborhood. Tried to make people do something, انك تحاول تخلي الناس تعمل حاجة، وطبعا دي اللي هي encourage. أو encourage. Take a letter or object to a place or a building، انك تاخد جواب أو شيء إلى مكان أو مبنى، وطبعا دي deliver. Having a good effect on a person. Having a good effect on a person, place or a situation. يبقى طبعا make a difference.
services such as electricity اللي هي الخدمات زي الكهرباء المية to help means the members of a community اللي عشان تساعد أعضاء الكوميونتي طبعا دي public services sorry looking after people's health طبعا health care اللي هي الرعاية الإيه؟ الرعاية الصحية. أنا أنتقل إلى بيج 25. طبعاً عندي exercise number 4. بيج 25. بيقول لي نو تري ذا أرتكل أجين أند أنسر ذا كويستشن. How many people has a recent life initiative made difference to؟ طبعاً هو قال لي about 32 million people. طب what services what services does the initiative provide? طبعا هو قال لي ان في health secure better education well job opportunities طب what are doctors doing to help people؟ طبعا احنا قلنا ان هم delivering medicine اللي هو توصيل الدواء و helping sick people او ill people. What should interest young people اللي المفروض يجذب انتباه اللي هو new projects that the initiative make. What is initiative planning to do in the future? طبعا to provide jobs, then 5 million young A young B. طبعا عندي هنا الجزء الخاص بالجرامر دلوقتي بيقول لي complete the sentences with the correct form of the adjective using the words in brackets. I was disappointed to hear that the community center was closing. طبعا مصحح كلمة disappointed. I did well in my exam. I was really طبعا surprised. طبعا I was يبقى انا بوصف مشاعري انا because I found the question difficult. يبقى طبعا هنحط لها ED. يبقى I was really surprised. يبقى متفاجئ because I found the question difficult. I was by the number of people who came to the festival and هنا amazed طبعا برضو هنا بوصف مشاعر يبقى I was amazed by. That is a very building said the architect اللي هو المعماري. Interest انا بوصف هنا البيلدينج بقى بوصف المؤثر يبقى that is a very interesting building. The book was really bored and I didn't even finish reading it. يبقى طبعا boring. We were all very excited when we heard about our next class trip. أنا برضه بقول we were all يبقى أنا بوصف مثلا إحنا يبقى صفة بالإي جي يبقى excited. هنشوف lesson 3 طبعا بيتكلم عن community notice board اللي هي لوحة الإعلانات community. You only discuss the question in pairs. Do you communicate with طبعا communicate with بمعنى يتواصل مع other people in your community. هل أنت بتتواصل مع الناس في المجتمع بتاعك ولا لا؟ طب if you could communicate لو أنت تقدر تتواصل مع أو مع الآخرين with others which of the following forms of communication أي وسائل للتواصل الحياتية
could you use and why. عندي هنا الميتنج اللي هي الاجتماعات، لوكال نيوز بيبر اللي هي الصحف المحليه، كوميونتي سنتر نوتس بورد اللي هي لوحه الاعلانات المجتمعيه، السوشيال نتورك سيرفيسز، بوسترز اللي هي البوسترات او الملصقات، الليفلت انا ده زي ما قلنا اللي هي المنشورات، ولا بس عن طريق اللوكال راديو ستيشن اللي هو محطه الاذاعه المحليه. تمام. طبعا انا عندي هنشوف قطعة الـ reading. You only read the social network service page. طبعا دي page من الويب سايت. Which of the messages are asking for help. عندي هنا الـ community matters اللي هي أمور مجتمعية. عندي هنا home map topic اللي هي المواضيع. For sale حاجات للبيع. Service and facilities اللي هي المرافق وخدمات. Projects مشاريع، events أحداث، lost and found اللي هي المفقودة. طيب هنشوف هنا أول جزء بيقول لي the kindness of a stranger. The kindness of a stranger اللي هو اللطف أو الأسلوب الكويس بتاع الأغراب أو whatever. Thanks to the kind person who helped my elderly neighbor last week. يبقى شكرا للشخص اللطيف الذي ساعد my elderly neighbor اللي هو جاري المسلم. Last week, he felt unwell. He felt unwell يعني شعر إنه مش كويس. And someone kindly helped him to a bench. حد وصله وقعده على bench to sit on for a rest من أجل الراحة. We need more trees. A few of us are going to plant some trees along the street. يبقى في بعضنا هيزرع بعض الأشجار along the streets. It will help with pollution. هيساعد في البليوشن، طبعا هيلب ويز يعني ساعد فيه. And also encourage more visitors to our town. يعني هيشجع زيارات اكثر للتاون بتاعتنا. Who is interested in joining our project؟ مين مهتم انه يتواصل معنا؟ Computer repairs اللي هي تصليح كمبيوتر. Hi neighbors, I have experience in repairing computers. انا عندي خبره في تصليح الكمبيوترات and mobile phones. Give me a call if you need help. اتصلوا بيا لو محتاجين مساعدة. Let's help those in need. Let's help those in need. هيا بنا نساعد المحتاجين. Please donate food. من فضلك تبرع بالطعام. Two people who don't have enough. Volunteers are also wanted to help deliver boxes. كمان مطلوب متطوعين بيساعدوا في التوصيل. Art class. The community center is going to be closed on Saturday next week. يبقى الكوميونيتي كلاس هيتقفل next week from 4 p.m. to 7 p.m. for an art class. عشان في درس للايه؟ لبس. Graffiti. I was disappointed. أنا كنت disappointed, sad to see the graffiti on the walls of the town hall. This is a historic building. ده مبنى تاريخي. What are we going to do about it? What are we going to do about it? هنعمل ايه بخصوص هذا الموضوع؟ طيب دي الصفحة بتاعت الكوميونيتي سنتر. هنيجي نبص كده بيقول لي read the social network services page again, find the heading that is an example of the following. A local business طبعا اللي هي computer repairs. A community project طبعا الكوميونيتي بروجكت اللي هو المشروع بتاع ايه؟ اللي هي we need more trees. We need more trees. An event طبعا الارت كلاس. البروبلم اللي هي الجرافيتي هي ده اللي بتناقش مشكله. Charity اللي هي help أو نشوف العنوان بس اللي هي let's help those in need. A message of thanks اللي هي the kindness of a stranger.
طيب نيجي نشوف هنا الاكسرسايز الخاص بالوكاب. يقول لكم complete the sentences with the words from the text in exercise 3. I'll always remember the people showed me when I first moved to the country. يبقى طبعا I always remember the kindness, اللطف اللي الناس ورهوني, kindness people showed me when I first moved to this country. We're going to paint the walls, هندهن الجدران, which are covered in and all the posters, يبقى طبعا which is covered in graffiti. This park is a pleasant place. هذه الحديقة مكان صار أو جميل. I like to sit on a and relax. يبقى طبعا I like to sit on a bench and relax. طبعا عندي الجزء الخاص بالرامر going to, وهنلاقي الأسئلة بتاعته في كتاب الأكتيفيتي. وهننتقل دلوقتي إلى الجزء الخاص بالورك. هنبص عندي الكتاب الأكتيفيتي بيج نمبر 86. سوري, my question number one, match to make things you can find in a good community. يعني وصل عشان تلاقي حاجات تقدر تعملها في good community أو مجتمع جيد. فعندي هنا community events, عندي هنا equal طبعا opportunities, local shops and facilities اللي يبقى محلات ومرافق, safe streets شوارع آمنة. Complete the text with these words and phrases. Community projects, elderly, facilities, pavements, sports activities. I live in a great community. I live in a great community. أنا عايش في مجتمع رائع. There are lots of sports activities. يوجد كثير من الأنشطة الرياضية for young people, such as volleyball and tennis clubs. There are also many local A for people of all ages, including a great theater and a history museum. يبقى طبعا هنا many local طبعا facilities our roads have wide طبعا pavements so it is not a problem for disabled people to travel around. I help at one of the, يبقى أنا بساعد في واحد من طبعاً الـ community projects. We help the, فاضلش طبعاً غيرها, the elderly, يبقى بنساعد كبار السن, to learn about the latest technology. My grandmother sends lots of text messages now. خش على الجزء الخاص بالـ language. You only look at the notes and they make sentences about what people are doing to improve the town's facilities. Use the present continuous. As استخدم إيه؟ The present continuous. طب بيقول هنا the school put up new lights in the playground. فعلي the school is putting up new lights in the playground. The town built a new sports center. يبقى the town is going to build center. Number three, volunteers. يبقى طبعا are and again going to plant flowers in the park. يبقى يزرعوا زهور في البارك. The police. طبعا the police جمع دائما. The police are stopping. طبعا stop بنضعف ب اما جا دي في الاي ان جي. يبقى are stopping people from driving too fast. يبقى بيمنعوا الناس من السواقة بسرعة. The museum show new work of art. يبقى طبعا the museum
is showing new words. طبعا هنا new words معناها أعمال فنية جديدة. New A, new words of art. هننتقل إلى page number 87. Complete the sentences with these words and phrases. And deliver, encourage, make difference, neighborhood. There are many young people in our neighborhood. ويوجد كثير من الشباب in our neighborhood في الحي بتاعنا. So I have lots of friends who live there or who live near me. What time are they going to the new washing machine? يبقى طبعا what time are they going to deliver the new washing machine? If you run in the park every week, لو انت جريت في البارك كل اسبوع, it will really to how healthy you feel. يبقى طبعا it will really make a difference. يبقى طبعا هتعمل فرق في I always طبعا encourage my friends. يبقى أنا دايما بشجع أصدقائي to play chess with me. It's a great game. طبعا عندي هنا بيقول لي the letter G E or sometimes silent and sometimes pronounce it F. Always pronounce it F. Listen and complete the table with these words. طبعا عندي هنا enough. Enough. يبقى طبعا هنا طبعا pronounce it F. Laugh. Laugh. Neighborhood. هنا طبعا silent. Neighborhood. Right, silent, GH. Street light, برضو, silent. And شوف exercise number 3, the خصم grammar. Complete the sentences with a correct adjective. Form, ed, or ing. Today's math lesson was very interesting. I learned a lot. The children, الأطفال, are very excited because they have new toy. لأن عندهم لعبة جديدة أو لعبة جديدة. يبقى طبعا أنا بوصف مشاعري يبقى بحط ING. يبقى are very exciting وطبعا بنحذف الE. The walk over the mountains, المشي على الجبال, was beautiful but it was very tired. يبقى طبعا أنا بوصف هنا المشي يبقى طبعا كان tiring عشان هو بيخليني أنا tired. The tourists were very surprised. يبقى طبعا بوصف هنا مشاعر التورست يبقى we're very surprised حتى لها دي to see snow on the mountains. This museum is a maze. There are so many old things here. يبقى طبعا is amazing. هننتقل إلى آخر درس lesson number 3 page number 88. Choose the correct answer. We found out about the community projects on the social network services. Our service. The teacher will put a message about the new art class. يبقى هيحط رسالة عن new art class طبعا on the notes board. My grandfather likes to sit on taman in the park and watch the birds. If taman sit on a bench, I volunteered to help clean the. If تطوعت عشان أنظف الـ calligraphy or graffiti of the walls of the museum. If taman the graffiti. I read an interesting about a new museum. If taman I read an interesting leaflet. Choose the correct word. Tourists are always pleased by the kindness of the Egyptians. It was sunny, so we were surprised by طبعاً the darkness. Darkness هنا بقى اللي جاي من dark زي ما قلنا المقطع نس بيحول الصفة إلى noun. يبقى طبعاً dark مظلم طبعاً darkness اللي هو الظلام. Ahmed is not at school today because he is طبعاً illness طبعا دي اللي هي المرض وطبعا كان مريض وليس مرض. I don't like the sweet or sweetness of chocolate. I prefer salty food. يبقى أنا مش عجباني
الايه؟ السويتنس اوف شوكليت. طارق's English is very طبعا is very weak. الانجليزي بتاعه ضعيف. And his weakness or this weakness وهذا الضعف made him feel خلاه ايه؟ يسعى. طبعا عندي اخر exercise بيقول لي look at the website and what is going to happen. ايه اللي هيحصل next Saturday. Make sentences with going to. طيب هنا بيقول لي volunteers needed help us to clean the park 9 a.m. فقال لي volunteers are going to clean up the park at 9 o'clock. Food market from 8 a.m. to be to 2 p.m. by the river. يبقى هنا عندي الفود ماركت is going to from 8 a.m. to 2 p.m. Handball competition starts 2 p.m. at the sports center. يبقى the handball competition is going to start at 2 p.m. at the sports center. Number four, famous architect. You have a famous architect is going to talk at the new museum. طبعا at 4 p.m. The Shakespeare play King Lear at the theater 6 p.m. يبقى the Shakespeare play King Lear going to be at the theater at 6 p.m. بكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. معلش الفيديو طولت عليكم شوية بس كده احنا خلصنا نص الوحدة. ان شاء الله نكمل الثلاثة lessons التعليم في الفيديو القادم بإذن الله وبعد كده نحل الكتب الخارجية. أتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم وياريت ما ننساش نعمل لايك وشير للفيديو ونعمل كومنت ظريف ونفعل الجرس ولو لسه مشتركناش ندوس بسرعة على مفتاح اشتراكي موجود تحت الفيديو على طول. Goodbye.